تحية النائب محمد ماهر، بنرحب بيك على بوابة الهلال. أهلا بيك، مرحب بيكم ومستمعين. أنا النائب محمد ماهر حامد، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر، والمنسق العام لجمعية من أجل مصر في القاهرة، ومنسق حملة كلنا معاك من أجل مصر في القاهرة. افتتاح فرع جديد النهاردة للحملة، يعني أن الحملة بقى لها شعبية كبيرة جارفة داخل المجتمع المصري. الحقيقة طبعا ده مش أول فرع، في فروع كتير افتتحت. أنا هتكلم عن القاهرة، في مقرات كتير اتفتحت في جميع الأقسام، وطبعا على مستوى الجمهورية في كل المحافظات تم افتتاح أكثر من فرع في كل محافظة، وده طبعا بيدل على أن الجمعية بقى ليها أرضية كبيرة في البلد وفي البلد. وبعدين أصلا كمان اللي حمل الرواج الأكبر اللي هو حمل كلنا معاك من أجل مصر، اللي هي منبثقة من جمعية من أجل مصر، فالناس طبعا حست بالجمعية والحملة بتدور على المصلحة العامة للبلد، فبدأت تلتف حواليها ويبقى في تواجد كبير للحملة والجمعية في مصر. خطط الحملة ايه الفترة المقبلة خاصة قبل الانتخابات الرئاسية؟ طبعا الفترة اللي جاية ديت هتبتدي في مؤتمرات في كل المحافظات وفي كل الاقسام للتوعية للناس ان احنا ما نرتكنش على ان السيسي نازل معاه واحد بس او الكلام ده كله، لا احنا محتاجين نوري للعالم كله ان الشعب المصري كله ملتف حوالين القيادة بتاعته، وان هو محتاج الرئيس السيسي في الفترة اللي احنا فيها دلوقتي هو الأقدر على قيادة البلد للإنجازات اللي عملها وللفترة اللي جاية واللي مطلوب منه وللأحداث اللي بتموج بها المنطقة حوالينا. تعليق حضرتك على البيان اللي أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش اللي بتقول إن في 14 منظمة حقوقية بتقول إن الانتخابات الرئاسية مش هتتمتع بالحرية والنزاهة، تعليقك إيه؟ شوف احنا متعودين على الكلام ده، ونحن الأصول إن احنا دلوقتي لازم نبص لبلدنا، لكن احنا لو قعدنا نبص ليهم اللي هو معروفه هي بتتمول من مين والكلام ده كله، ومعروف قطر ومعروف تركيا والاخوان المسلمين والليو بتاعهم، فاحنا لو قعدنا نبص للناس دي وندور عليهم مش هنشتغل. احنا زي ما الرئيس كده ايد بتبني وايد بتحارب دلوقتي في الحمله بتاعت سيناء 2018 اللي فيها اولادنا بيطهروا البلد وسيناء وجميع انحاء الجمهوريه في الغربيه والجنوبيه من كله من الارهابيين. لكن مش قلقان ان الحملات اللي زي كده ممكن يكون ليها تأثير على الشارع المصري؟ ما تأثرش فينا، القرار قرار مصري، احنا مش تابعين لحد. لو تعرف احنا في ايه دلوقتي، احنا النهاردة تحررنا من جميع التبعية، لا مع امريكا ولا مع روسيا ولا مع اي ولا اوروبا ولا انجلترا ولا المانيا، احنا مع مصر، والراجل دوت هو ده اتجاهه، ولذلك محدش قادر يقرب من مصر. اخيرا راي حضرتك ايه في العمليات اللي بتقام في سيناء حاليا، ودور الشعب المصري فيها ايه بجوار مؤسسه القوات المسلحه؟ ملحمه كبيره بيسترها جنودنا واسودنا في من قوات الجيش والافراد والشرطه وضباط الشرطه والافراد اللي بيقوموا، ملحمه كبيره جدا، وربنا ينصرهم ويحميهم. وكان اول شهيد في العمليات ديت كان من عندي من مدرسه الدرب الاحمر، فالله يرحمه ويرحمهم جميعا.